السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. بدنا نتكلم عن شغلة مهمة كثير، اللي هي شغلة الدي اس سي بي، اللي هي ديناي النون هوست. لو أنت بتوفر لشبكة معينة وبهمك موضوع السكيورتي كثير وما بدك تعمل سكيورتي معقد يعني بشكل كبير، لكن أنت بدك تحط سكيورتي بيسموه سكيورتي على الماك ادرسز. يعني أنا عندي خاصة بيستخدموها بالوايرلس اكسس بوينت، بحيث انه انا بعمل ريستريكشن، بعمل تحديد عن طريق الماك ادرس. لكن في طريقة الهاكرز دائما، يعني الكراكرز، الهاكرز ناس مناح. ليش؟ لانه يعني بيعملوا هاك، they hack things to make it better for us. But لكن الكراكرز they crack things to make it worse. ديناي هوست هاي، بس انت طبعا اذا عملناها اوكي وعملنا سيف بنفقد الاتصال بالسيرفر. ليش؟ احنا شغالين وما في عنا غير بس الويندوز هو اللي بيقدر يتصل بالبي اف سنس. ليش؟ لانه لازم يكون عندك الماك ادرس تبعه معمول له موافقة، يعني معمول ريليشن ما بين الاي بي ادرس والماك ادرس، وبهيك بتقدر يعني تحكي معه. نشوف شو صار معنا بالويندوز تبعنا. 100 شوف ريبير. هاي اخذنا 151 زي ما احنا خططنا له. معناته لو رجعنا وحكينا له بيف سنس هون، هاي شايفينها، فأمورنا تمام. هاي فايدة الستاتيك. وانت لو اجيت هون على السيرفيسز دايجنوستكس وحكيت له على البينج، خلينا نعمل بينج لوين XP. اها شايفينه، نعمل بينك. لا ويندوز XP سيرفر 2 هاي. طب اوكي 2 كمان للاسف لا. وشو هنيجي هون، نيجي عليه ونشوف دي اس سي بي ليسز لا وين اكس بي، وين اكس بي بي سي 2. طيب هاي كوبي، هاي بيست، وهاي بينج كمان فشلت لانه احنا ما عملنا صحيح من الدي ان اس. لازم نيجي على الدي ان اس ريزولفر ونيجي هون على الدي اس سي بي ريجستريشن ستاتيك دي اس سي بي مابينج دي ان اس سيرفر، نحكي له سيف، نعملنا لها تشيك ونعمل ابلاي كونفيجريشن. بعد ما نعمل ابلاي كونفيجريشن نعمل بينج. بس بيبقى عنا نيجي هون وندخل على الفاير وول ونعمل اكسبشن ونحكي له اي سي ام بي الاو. اوكي اوكي شوف حاليا طبعا فشل. ليش؟ لاني ما كنت عامل له الاو. حاليا شايفين، فانا صار عندي كونكتيفيتي. بالاول ما كان في عندي كونكتيفيتي، ما بعرف اذا بتجيب لنا اياه. طب اوكي خلص اكسبايرد. طيب يعني انتم شايفين هون صار في عندي كونكتيفيتي. بالاول ما كان في كونكتيفيتي. ليش؟ لانه كان الفاير وول حاجب عني، كانت مش ما في
انا لو اجيت هون حكيت له بينج راح يفشل. فانا اجيت هون وحكيت له اسمح للبينج اوكي. طبعا فشل، لكن اذا حاولت مرة اخرى بعد ما سمحنا له فانت بتكون هاي. احنا عملنا بينج باسمه بالهوست بعد ما دخلنا على دي اس سي بي سيرفر وكانت في عندي الخيار انه نعمل ستاتيك. يعني لو جيت هون من اكثر من مكان بتقدر تعمل انيبل دايناميك دي ان اس. شايف هاي دايناميك دي ان اس انيبل دي اس سي بي، لكن احنا لا مش دايناميك دي ان اس اللي زي ستاتيك. ف يعني على كل حال وصلتكم الفكره انه يعني بتقدر تعمل ريجستريشن، ومش بس لهي الشغله كمان بتقدر تدخل على دي اس سي بي دي ان اس ريزولفر، انزل للاسفل بتقدر تضيف هوست وبنقدر نضيف دومين. دومين كامل بتقدر تعمل له، يعني هون اذا بدك تضيف هوست معين دومين اوفر رايدز. يعني لو اجيت تقدر تحول شيء لشيء ثاني. يعني انا بحكي لكم كيف، خلينا نضيف ايش، يعني فيسبوك مثلا، جوجل، ياهو، تويتر، اي شيء بتقدر تحط هون الدومين دب 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 اللي هو الدومين .com. وهون الاي بي ادرس اللي بدك تحول هذا الدومين عليه. يعني مثلا بدي انا لما واحد يطلب جوجل دوت كوم يتحول على مثلا على شيء يعمل اوثنتيكيشن، على شيء يعمل مثلا شغله معينه، او مثلا تحول على صفحه انه تقول لك انه مش مسموح لك انك تدخل على فيسبوك دوت كوم. ليش؟ لانك انت في وقت الدوام. او مثلا مش مسموح لك تدخل على تويتر لانه انت في وقت الدوام وانت لازم يعني ما تستخدمش هاي البرامج، وهكذا فقط. هاي بالنسبة للدومين اوفررايدز. لو رجعنا وعملنا كانسل، في عندك تحت في الاسفل هوست اوفررايد اللي هي اضافة شيء، يعني زي كأنك ضفت دي ان اس ريكورد. يعني بتحكي له انه الهوست هو عبارة عن 192.168. اللي هو خلينا نحكي عن ويندوز اكس بي تبعنا. فانا بحكي له دومين الدومين تبعي زي مثلا خلينا نحكي ويندوز اكس بي دوت لوكال دومين. بعدين الاي بي ادرس الهوست، سوري هون خلينا نعمل اكس، هذا الهوست تبعنا. فهون ايش الاسم، بعدين هون الدومين، فصار عندي ماي هوست شايفين دوت اكزامبل دوت كوم مثلا او شيء معين دوت كوم، والديسكريبشن تبعي وبضيفه، وبعدين بعمل سيف. يعني في عندك امور كثيره، لكن هاي الاشياء خلينا نحكي الاساسيه بالموضوع تبعنا. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.